سيدنا علي بن أبي طالب بيقول: لا تأمنن لرفقة أحد حتى ترى شدة تصيبك أو نعمة تصيبه أو جفوة بينكما. اوعى تاخد حد صديق مقرب ويبقى أمين سرك إلا لما تشوف ثلاث حاجات: شدة تصيبك عشان تشوف باطنه هيقف جنبك ويضحي وساعات ممكن يجي على نفسه عشان ينقذك من الضيق اللي انت فيه، ولا يبيعك لأنك خلاص بقيت في ضيقة فبقيتش بالنسبة له مفيش مصالح. شدة تصيبك أو نعمة تصيبه. في واحد لما تصيبه نعمة يدوس على رقاب الخلق، وواحد تاني لما القرش يجري في إيديه يبقى إنسان كريم وطيب ومعطاء. أو جفوة بينكم لما تتخانقوا مع بعض يخطف لك عيالك يفشي سرك عشان يدمر سمعتك، ولا لما تختلفوا عند الافتراق تظهر معادن الأخلاق.